يعد مركز الخدمات اللوجستية بمدينة العريش المصرية واحدا من أهم نقاط تجميع المساعدات الإنسانية التي تصل إلى مدينة العريش المصرية من كل حدب وصوب، حيث تصل الطائرات من دول العالم كافة وكذلك السفن العملاقة. كل ذلك يأتي إلى هنا، حيث هذا المركز الذي يتم تفريغ محتويات هذه الشاحنات فيه ويتم تعبئتها مجددا على شاحنات أخرى تتولى إيصالها إلى معبر رفح البري، ومن ثم إيصالها إلى قطاع غزة عبر الهلال الأحمر الفلسطيني. مركز الخدمات اللوجستيه للهلال الاحمر في مدينه العريش هو يتميز بموقعه الاستراتيجي الممتاز جدا، واحنا بنقع في منطقه بيكون من امامنا ميناء العريش البحري، ومن الخلف ميناء العريش الجوي، وعلى اليمين هيكون معبر رفح، ومن اليسار بيكون الشاحنات المقبله من الاتجاه البري. وجوده في المنطقه بتخدمه بشكل كبير جدا، مساحته كبيره، الخدمات المتوفره، فريق عمليات مركزيه وفريق عمليات من شمال سيناء، ومتابعه بالكاميرات على مدار 24 ساعه، شفتات متغيره، بيكون العمل فيه بشكل سهل حتى نلبي الاحتياج. لما بيطلب مننا انا مثلا 100 عربيه، فبقى انا اقدر من خلال مركز الخدمات اللوجستيه اللي بيعمل على مدار 24 ساعه ان انا اقدر اوفر ده وارسله على طول الى معبر رفح. العديد من دول العالم تحرص على ان تقدم مساعدتها لقطاع غزه، وخصوصا الدول العربيه كالامارات وليبيا والسعوديه والجزائر وتونس ومصر التي قدمت اكثر من ثلثي المساعدات حتى اللحظه. Thank you.